من يستحق المحاكمة اليوم هم المجرمون الذين تآمروا وانقلبوا على الدولة والإجماع الوطني. من يستحق المحاكمة هم من قصفوا المدن وزرعوا الألغام وارتكبوا أبشع الجرائم بحق شعبهم وبلادهم. من يستحق المحاكمة هم من يقصفون اليمن بطائراتهم ويقتلون الأبرياء ويروعون الآمنين في المدن اليمنية. من يستحق المحاكمة هم أولئك الذين يعملون في خدمة السعودية والإمارات وإيران ويجندون أنفسهم لخدمة المصالح الخارجية وأطماعها في اليمن. لذلك أنا أجدد دعوة المجتمع الدولي إلى محاكمة مجرمي الحرب في اليمن لدى محكمة الجنايات الدولية، أو إنشاء محكمة دولية تختص بالتحقيق في الانتهاكات التي تم ارتكابها بحق الشعب اليمني خلال هذه الحرب. من المهم تأسيس مبدأ عدم الإفلات من العقاب. من ارتكب جريمة حرب يجب أن تتم محاسبته وعلى رؤوس الأشهاد. هذا حق الناس، حق الضحايا وحق اليمن.